لما شريف سدون ليت جو انا سيد بحل الجو. لو جيت في رجوع انساني قلبك هو اللي اذاني مش عايزه دموع تاني ده انا يا ما بكيت ما تذكرنيش بالمواجع قلبي ده خلاص تقضايا قلبك ده انا لاقيا في الشارع وعمل بيبي أنا أستفيد من كل شيء في الحياة إلا رأيك، فلو سمحت اكرمنا بسكوتك ما حطلب رأيك. والكل بيشاور علينا أحلى كبل إحنا الاثنين عايزين نرقص. حكمة اليوم تقول إذا ما تعرف ظروف الآخرين انطم ونشعم بعد. الحياة لقدام هتكون أحسن؟ إليه؟ هلاقي شريك حياتي؟ هتجوز؟ هجيب ولاد؟ هكون مبسوطة؟ أكون ناجحة بشغلات. العالم حتحبني بعد. في حدا بيكرهني بالعالم؟ عمتي زينب؟ عمتي زينب؟ يا هوا روحوا قلوا قلوا كتير اشتقت له لو بدو عمري كله بعطيك ردوا يا غل عندي قصرين المسافة حامل بيدي ورد قهطوا ذكريات حبيبي يلي بحبه قلبي معلق مرحبا كيفكن؟ صرت شايفة هيدا الكومنت أكتر من مرة على أكتر من فيديو وأغلبية متابعيني بيعرفوا أنه أنا من النوع اللي ما برد، بس حبيت أني أعلق على هذا الموضوع بالذات وأقول أسخف شيء بالعالم إنسان يفرجي حزنه أو مشاعره عبر شاشة أو عبر موقع تواصل اجتماعي حتى يفرج العالم انه ايه انا زعلان او حتى يوصل مشاعره للعالم. انا بنظري انا على التيك توك حتى اعطي البسمة والفرحة لقلوب الملايين، مشاعري الخاصة والاشياء اللي بفكر فيها هيدا شيء خاص فيني انا بحياتي اللي ورا الشاشة. تمام، love you. بفرجيك الاكس تبعك شو عم يعمل هلأ. driving home from therapy. شيل.
اوكي المفروض انه انا حل هيدي. لا لا ما تكون رايحين خلاص خلاص. تمي وين؟ تمي فوق بده يكون تمي تحت. روق شوي تقلكم روق تقلكم روق. لا بعتقد هيك هيدي صح هون هيدي هون. طيب حاجبي لازم هيدا اليمين. اوي 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 بلا هيك. لا لا هيدا هيدا هون هيدا حاجبي ليش هيدا اي هيدا حاجبي يخسرنا. حنخسر حنخسر. لا 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 هيدي فوق كمان. I'm gonna make you mine.